بجوار الكابتن ياسر القحطاني، اول شيء نقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك ان شاء الله. قدمتم مباراه رائعه بالرغم من النقص العدد. اكيد يعني فريق النصر فريق كبير، يجبر اي فريق انه وخصوصا مباراه ديربي انه يقدم ما عنده زياده يعني. طيب يعني هناك غضب على التحكيم من قبلكم؟ والله شوف انا قلت لك القرارات اللي احتسبت علينا صحيح، انا بالنسبه لي الكروت اللي اخذناها او الانذارات اللي احنا اخذناها صحيحه، ولكن بالمقابل في مخالفات على فريق النصر ما قبلت وما قوبلت يعني بنفس طريقه الانذارات، ولكن بالنهايه الحمد لله رب العالمين مبروك للهلالين وهارد لك النصراوي. بس الكرت اللي حصلت عليه ما كان له داعي انك تحصل عليه. والله هذا شيء يقيمني فيه المدرب، لان في اشياء تكتيكيه، في اشياء علشان تضيع وقت، وفي اشياء هذه امور بيني وبين. ما كانوا بحاجتك يعني الاداره الفنيه. اوكي انا ما راح اتوقف يعني. طيب بالتوفيق. العافيه. شكرا.